الاخر توا 10:37 دقيقة على الفاك دو بونور، اخر ما فما في لي زيفينمون، اخر الاخبار، توينز زعما لعبوا ليه اللي باش نعرفوه تو سويت. هو اسمه أمين بن مسعود، أما سما روحه لسعد علاش ما نعرفوش هو يحكي لنا. مرحبا أمين، على السلامة. على السلامة. أهلا وسهلا، شنو حوالك؟ الحمد لله، وأنتم شنو حوالكم؟ سافا تخي بيان، ساعة قبل كل شيء صحة شبيبتك أمين. أنا جديدة ما سمعنيش صوتك، أما دونك رجع لي لك على خاطر لعبت ديغنييغمون وربحت وهذا اللي باش نحكيو عليه. فما مين اللي ما يعرفكش بالكدا وإلا يعرفك وما يعرفش حكاية لسعد، دونك خاطر فما عباد كانوا مش في بالهم أنتم زوز خوات أمين وأحمد وعندكم خو ثالث اسمه لسعد، ما تصوروش واحد اسمه أمين وش يسمي روحه لسعد، دونك علاش سميت روحك لسعد؟ لا هي ما الحكاية بديت ملي بديت نلعب أنا وكل أول ما بديت نلعب بديت نلعب في الليج أوف ليجند. ووقت ما جيت حكيت باش نعملو كونت وقت أنا وخويا وكل أخي كلي هو بدا يحط في أسامي هكا الكل ونلقاهم ديما موجودين يا خوتو يا خلينا نبداو نلعبو بركة وحطينا اسم لسعد يا أخي وكملت بيها. بلا يا أخي خطفت يظهر لي وقتها حتى حد هو مش وقتها حتى لتوا حتى حد لا يخمم يسمي روحو لسعد راهو. كل شيء ذا واحد ديجا اسمه لسعد وقتها ما نعرفش لعل يخمم فيها. لعل أما الاسم هذايا كان باهي معاك وجو باهي عليك، ربحت به برشا تورنويات وتوا زاد قاعد تربح في ليجندز أوف أريبيا هكا ولا لا؟ التورنوا ديجا بدا هو من نهار الجمعة نهار الخميس بديت نلعب نهار الخميس عملوا هو اللي عجبني فيه التورنوا ذي منظم وكل عرفت ديجا عاملينهم جروبات وكل لعبت نهار الخميس خرجت من الجروب ستيج ربحت معناتها وكل ومازال نورمالمون نكملوا نلعبوا نهار اثنين وثلاث واربعة يظهر لي وقتها يوفى التورنوا معناتها. فوالا ولي باش يجي له لاني شنو الغام نتاعو؟ يا خو 100 دولار 100 دولار زعما تكون انت اللي باش تربحهم 100 دولار امين؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كي ربحتهم شنو تعمل بهم؟ والله ما انا بالكش كيما قلنا نبدل كوجين على شكل ما رجعت دوك. قداش ربحت انت مين ذكرنا مثال؟ قداش ربحت المره الاخرى؟ المره اللي فاتت اكثر ليه 500 دولار بدلت الساله 100 دولار حاجه خفيفه. Voilà, inchallah Emin, inchallah terbah, bon courage. Donc le parti Géa m'tarach contre chkoun باش تلعب من اما بلاد nationalité. Mais normalement mais zéro, maintenant en plus on a déjà varié yes, les nationalités, femme saoudienne, femme master, femme le Maroc. Mais vraiment on a yes, tout on doit تعرف. Voilà, ولي لعب ضدهم مين؟ انا لعب كونتر واحد من السعوديه و واحد اخذنا نورمالمون زاد من المغرب. والنيفو نتاعهم شكون اللي تعبك اكثر سعوديه ولا من المغرب؟ لا يحكي تعب رمضان تعبني وقت ما شقيت فاتر. نعم دونك تذكروا اللي تغرى قاعده تلعب وقت شقا الفتره قد هكا ولا؟ اي وقت شقا ريتها حاطينها بالضبط مع شقا الفتره ديريكت تلعب البريك بجنبك. كيفاش عملت ميلا طبق بحذاك وكهو ولا البيسي على الطاوله ولا كيفاش؟ كمان في بارتي الاولى وما غير مع شقيت فتره من بعد عندي كل فوز صغيره وقتك اللي تكون بعد عاد رجعت نلعب تلعب ساي مين لسعد بلوتو بي دونك في النيفو ما قلت لي شكون اللي حسيتو اقوى في لاشيس تو انت لعبت كونتر واحد من السعوديه كونتر واحد من المغرب انا اللي حسيتو اقوى بون هو الحقيقه انا حسيت اللي من المغرب اقوى مي بون قالوا اسمع انا في باليش اما قال لي خويا بعد اللي نتاع السعوديه ربح درش من تورنوا قبلها ولا حاجه هكا دونك وين تلعبوا ولا شنو هو ربحوا يا اخي فوالا بي دونك احمد زيد سمعنا بيه لعب وابارامون ربح مين هكا ولا اي لعب البارح اونفا ربح مين خاطر نعرفوا ديما خاسر احمد ولا مش هكا هو ما تشجع بي انا فهمت ثاني انا ربح بلا نهار اخي قلت نربح حتى نقعد وحدي امين مايا بحذايا وقالت لك تطلعش انت لعبت شي بلاصتو خاطر اللعبه اون ليني ما نعرفوش الحق هو ما حبش نقولها انا اما الحق هي انا لعبت في بلاصتو هو ابارامون بحذاك توا خليه يجاوب خلينا نشوفوا شنو عنده ما يقول لنا مرحبا احمد كايوكس احمد كايوكس على السلامه اهلا جيان صباح صحة شريبتك يعطيك الصحة لاباس انت ان شاء الله مبروك احمد سمعت بيك ربحت هاي شي هذا هو ربح انا كنت نسمع فيه مش انا ربح بون تنجم تكون اشاعات دونك ليجندز اوف اريبيا زوز خويت يلعبوا زوز خويت يربحوا انت لي ناسيوناليتي اللي لعب ضدهم احمد شكون من اما بلاد؟
أنا الأولاني مصري ومن بعده من لبنان. والبين المصري واللبناني شكون اللي كان أصعب في اللعب متاعه؟ بون حسيت الأولاني مصري خير، أما بون كيف كيف هي المشكلة في التحضير من الأول، فهمت؟ الديكلاين متاعه اللي يجيبها هي اللي تقلق، مش الجوار هو بيده اللي يقلق. وكيفاش كان التحضير متاعك أنت من الأول؟ دونك كنت بحذينا جيت الجمعة اللي فاتت قلت لي باش نحضر. لا ما جاتني اوفر، معناها خويا قال لي برك انا العب لك هكا ولا معناها مش اشاعات. لا مش اشاعات. مش اشاعات، اوكي ابخي تو واحد من العائله باش يربح هكا ولا هكا. صحيح هي بيض على الكوزينه اللي مش تبات. فوالا دونك احمد كل مره امه توصي تقول ما تجبدنيش، المره الاولى قال شجعتنا جوست على خاطر بدلني لها الساله كي ربحنا السوم كبيره، المره الثانيه زاد كيف كيف، واليوم يعاود يظهر شد بنتو بالوالده احمد. خطيئة جبت الكوزينة. الكوزينة الكوزينة متاع شكون؟ أخويا أخويا ملا. ملا أحمد نقول لكم بون كوراج، أنا بيان سور نعرفوا اللي أنت عملت إفور وربحت، على غالب مش ديما تربح، أما بون كوراج المرة هذيا إن شاء الله تهز تورنوا إن شاء الله. عايشين إن شاء الله نجيو نحتفلوا حذاكم غاد. بيان سور دونك باش نستنيكم تكملوا تورنوا وتجيو إن شاء الله أنت وأمين والوالدة بحذينا، خلينا نختاروا الكوزينة مع بعضنا. نختار الكوزين. فوالا احمد وامين بن مسعود نسلم عليكم برشا كايوكس ولا سعد وبون كوراج ليكم في التورنوا هذه اللي قاعدين تلعبوا فيها اون ليني ليجندز اوف اريبيا، باش نتابعوكم بيان سور كل ما يبدا عندكم جديد. احنا ماشيين معاكم في جيمنج شو حتى نص الليل، بحذينا مايا الساعه الاخرى باش تكون معاها هي، دونك اللي عنده ما يسالها اللي عنده ما يقولها يتبعنا على الباج اوفيسيال راديو ما تونيزي. خليكم بيان برونشي اسمعونا وين ما كنتوا على 100.0 في نبيل حمامات 104.1 في بقية الكابان والجران تونيس 95.5 في شمال الكل، وإلا أونليني على www.radiomatunisie.com.